قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنه على الإدارة الأمريكية خفض التصعيد مع إيران والبحث عن إجابات حول عملية مقتل قاسم سليماني. وتابعت في مؤتمر صحفي أن إدارة ترامب نفذت ضربة عسكرية في العراق من دون استشارة وعرضت الأمريكيين للخطر. يصوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من خوض حرب ضد إيران بعدما أمر باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، كما أعلنت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي. لكن حتى وإن صوت مجلس النواب على مشروع القرار فهذا لا يعني أنه سيرى النور، لأنه سيحال إلى مجلس الشيوخ والذي يسيطر عليه الجمهوريون. أيضا انقسم النواب الجمهوريون والديمقراطيون بشأن مبررات إدارة ترامب أمس في سلسلة من اللقاءات مع وزيري الخارجية والدفاع لتنفيذ ضربة جوية بطائرة مسيرة لاغتيال سليماني. كما قلت منذ فترة طويلة وسمعتموني أقول منذ سنوات مضت، إذا أرادت إيران بدء قتال يمكن للولايات المتحدة أن تنهيه، وهذا بالضبط ما حدث على مدار الأيام العشر الماضية. كان قاسم سليمان العقل المدبر للإرهابيين في إيران، المسؤول عن وفاة الآلاف من الأمريكيين. لقد تلقى ما استحقه. أصبحت الولايات المتحدة والعالم أكثر أمانا الآن. إن إيران بعيدة كل البعد عن وصولها لمعايير التهديد الوشيك. كان عليهم أن يغادروا بسرعة كبيرة، لذا فإن حوالي 10 من أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين و10 إلى 15 آخرين طالبوا بطرح الأسئلة، وكثيرون آخرون لم يتمكنوا من ذلك، ولكن على الأقل في الطرح الذي تم تقديمه لا يلبي ما اعتبروه تهديدا وشيكا. قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري إنه من المؤسف أن يكون للولايات المتحدة رئيس لا يبالي بالحفاظ على سلامة الأمريكيين وفق تعبيره، وأضاف أنه من المهم أو أن المهم هو تحقيق الاتفاق الذي يتناول القضايا المتعلقة بالأمن القومي وأمن إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه هي القضايا التي سيتعامل معها جو بايدن عن طريق الدبلوماسية. من المؤسف أن يكون لدينا رئيس يدير ظهره لأهم ما يجب أن يشغل الرئيس، وهو كيف يمكن الحفاظ على سلامة الأمريكيين. الهدف هو أن نكون قادرين على تحقيق الاتفاق الذي نريده جميعا، والذي يتناول القضايا الأكبر المتعلقة بالأمن الإقليمي وأمن إسرائيل، النضال ضد حزب الله، الجهد لكبح برنامج الصواريخ التابع لهم، وتحقيق السلام في اليمن. هذه هي القضايا التي سيتعامل معها جو بايدن عن طريق الدبلوماسية، وليس عن طريق إرسال القوات الأمريكية وتعريض الأمريكيين للخطر. في الواقع إن الأمريكيين في المنطقة بمن فيهم دبلوماسيون بشكل متواصى أصبحوا أقل أمنا اليوم مما كانوا عليه قبل قرار الرئيس.